يملك نصف مليار دولار. جاء بيقول له انا بدي احكي لك عن قصتي مشان تستفيد منها زي ما انا استفدت منك تفيد فيها الطلاب اللي بدربهم. هو احد المتدربين عنده يملك نصف مليار. بيقول له انا كنت فيما مضى اظن ان السعادة، قلت انا اللي امامك بقول له، مرت علي حياتي وعندي مئات الملايين لكن لم اشعر بالسعادة يوما في حياتي. قال ظننت ان السعادة في امتلاك الاشياء، فامتلكت تقريبا كل شيء ممكن يخطر على بالك. قال لم اشعر بالسعادة. قال ثم ظننت ان السعادة في امتلاك الاشياء الخاصة اللي معظم الناس لا يستطيعها. قال فامتلكت الاشياء الخاصة، اشتريت، جبت، عملت، سويت، the best type of cars، the best person. قال ما شعرت بالسعادة. قال ثم ظننت ان السعادة تكمن في ان امتلك شيئا لا يمتلكه احد على كوكب الارض. يعني بروح بتصل بشركة فيراري مثلا على سبيل المثال، يصنعوا له سيارة مثلا محفور عليها اسمه، مطلية بالذهب، لها شكل خاص، ما في منها الا واحدة في العالم، وبدفع عليها مثلا 20 ضعف، ما في. قال فعلت هذا ولم اشعر بالسعادة يوما في حياتي. قال وبين انا في هذه الشعور من الضيق والنكد والضنك وانا املك نصف مليار، بيقول جاءني احد اصدقائي من المليونيرية، قال له اسمع، احنا عملنا مجموعة من الناس هيك، احنا مجموعة من الاصدقاء، عملنا مجموعة من نعمل عمل خير. الهدف من عمل الخير ليس الرقم المدفوع، وانما انه احنا نمارس عمل الخير بايدينا، هذا الهدف الرئيسي. قال له فقررنا نروح على منطقة البوسنة، بتعرفوا في 95. فقال قررنا مجموعة من المليونيرية انه نجمع، شو اللي الفكرة؟ قال بدنا نروح عند اللي عانوا من التفجيرات والقتل في منطقة البوسنة والهرسك من البوسنيين. فالاطفال اللي قطعت رجليهم بدنا نوديهم الويل تشيرز، وعددهم مهول جدا، نوزع عليهم الويل تشيرز بايدينا. يعني هي الفكره، بدي اي وونت تو تيست المينينج بنفسي. الويل تشير قديش حقه؟ 100 دولار 100 دولار مش شيء، يروح كل واحد يوزع 100 ويل تشير مش شيء لمليونير. بس الفكره باي يور سيلف، هاند ات باي يور سيلف، ماشي؟ بيقول قلت لهم يلا، زي ما بيقول لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، زهقان زهقان بدي انتحر كمان شوي، مش قال عم بكمل حديثه. بيقول حملت حالي ورحت لقول جمعنا حالنا وسافرنا ورحنا على منطقة البوسنة والهرسك، وسافرنا ورحنا على منطقة البوسنة والهرسك. بيقول وصلت للدور المطلوب، تخيلوا معاي مشهد سينمائي الآن، بدي أمثلكم إياه زي ما هو عمله على المسرح. بيقول وصل دوري فإذ بطفل بوسني عمره 11 سنة، الطفل رجليه طبعا مقطوعة فوزنه خفيف جدا. كان المطلوب منه الدور انه يجي هذا المليونير الامريكي يحمل هذا الطفل ويجلسه على الويل تشير على اساس هذه هديتي منك. بقول لحد الان عادي، طبعا كونه رجله مقطوعه كامل وزنه خفيف جدا. بقول جيت حملته رفعته حطيته، اجيت اتحرك عملت هيك اللي جسمي معلق، بتطلع واذا الطفل ماسك ماسك برجلي متعلق وعم بيحكي بالبوسني. قال لم افهم عليه، قلنا ناديت المترجم، فنادى المترجم بيقول له ايش بيحكي؟ اطلعوا البوسني شو كان يحكي. بيقول له يا سيدي ابق قليلا اريد ان احفظ وجهك حتى حين القى ربي يوم القيامه ان اساله ان يدخلك الجنه. بيقول عندها فقط احسست بالسعادة، بس لما اعطيت فقط. قال امضيت عشرات من السنين في حياتي عندي ملايين، ما بعرف معنى السعادة، السعادة فقط عرفتها لما اعطيت.